فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري حدث. نعم، الميثاق قد يكون الميثاق الذي يعقده مع الله ويعاهد الله عليه، والله أخذ الميثاق على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية تدل على أن الله أخذ العهد: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني أخذ منهم العهد على أنفسهم. وقد اختلف العلماء هل هذا بمعنى أن الله استخرجهم من صلب آدم وأخذ عليهم العهد كالذر، هذا جاء به حديث صحيح، وأن هذا هو معنى ما في هذه الآية يكون مفسرا لها، أو أن المراد بأخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإشهادهم على أنفسهم ما أقام الله من الآيات الكونية من سماوات وأرض وبحار وأشجار، فهذا بمثابة أخذ العهد عليهم أن يتدبروا هذه الأشياء ويستدلوا بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويكون الحديث ليس تفسيرا للآية، وإنما الحديث مستقل عن الآية، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الميثاق قد يكون عهدا بين العبد وبين ربه، مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. وقد يكون العهد الأوامر والنواهي، فالله عهد إلينا بأوامر أمرنا بها، وعهد إلينا بنواهي أن نتجنبها، فهذا عهد من الله إلينا أن نفعل الواجبات وأن نترك المحرمات، أو نطيع الأوامر ونجتنب النواهي.